بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتوقع أن النهاردة الطقس هيكون على القاهرة الكبرى حر، والوجه البحري والسواحل الشمالية، ولسه الحرارة شديدة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء. تفاصيل أكتر عن حالة الجو معانا على تليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. حابين نطمن من حضرتك عن أخبار الطقس النهاردة، وهل في ظواهر جوية زي الشبورة المائية والرطوبة؟ بالفعل، يمكن احنا اليوم مستمر معنا ارتفاع نسب الرطوبة، لأن احنا بنتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي مع كتل هوائية أغلبها قادمة من على البحر المتوسط، فبتؤدي لي ارتفاعات كبيره في نسب الرطوبه اللي بتتجاوز ال 95% على السواحل الشماليه، تجاوز ال 85 و90% على القاهره الكبرى. فنسب الرطوبه مرتفعه هنحس بها خلال فترات النهار وايضا فترات الليل. لكن نسب الرطوبه هي العامل المهم جدا في احساسنا بدرجات الحراره، لانها دايما بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره. بالاضافه كمان ان مستمر معنا تكون شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشماليه، مدن القناه، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق دي. مع تكون الشبوره المائيه دايما بيكون في الساعات المتاخره من الليل، وبتستمر حتى طلوع اشعه الشمس، يعني تقريبا الساعه 3 4 الفجر، وبتستمر حتى الساعه 6 الصباح. تمام. بالنسبة طبعا للمملكة العربية السعودية، تعرضت لعواصف عنيفة أدت لتكون السيول وتجمع المياه في عدد من المناطق، هل ده خلال اليومين الماضيين، وطبعا هي مستمرة معهم لبضعة أيام قادمة، هل ممكن أن مصر تتأثر بتلك التغيرات الجوية، خصوصا أن حضرتك كنت قلت لنا من يومين أن في أمطار رعدية على جنوب مصر وخاصة حلايب وشلاتين؟ بالفعل في مناطق عدة من المملكة العربية السعودية بتتعرض لسقوط أمطار غزيرة، وبتؤدي لتساقط السيول، لكن أو تؤدي لحدوث سيول بسبب تساقط الأمطار الغزير، لكن التوزيعات الضغطية اللي بتأثر على جمهورية مصر العربية مختلفة تماما. احنا بنتأثر بكتل هوائية قادمة من يعني ارتفاع السدام المداري، وخاصة في المناطق الجنوبية، المناطق الشمالية امتداد منخفض الهند الموسمي، فالتوزيعات الضغطية مختلفة، فاحنا طبعا مش هنتأثر ب يعني سيول السعودية أو كميات الأمطار الموجودة على السعودية، لكن احنا عندنا فرص لسقوط الأمطار الخفيفة جدا، وبنأكد ان هي خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية في بعض المناطق من حلايب وشلاتين، والأمطار دي قد تكون رعدية أحيانا، لكن احنا بنأكد ان التوزيعات الضغطية مختلفة. يمكن كمان احنا حابين ننوه عن انخفاض درجات الحرارة اللي هنبدأ نحس بيه كمان من يعني نهاية هذا الأسبوع، هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحرارة. ده كويس، الناس خايفة ان يكون في ارتفاعات شديدة الفترة اللي جاية. لا، هو الحمد لله يمكن احنا خلال هذه الايام درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه ما بين 34 و 35، مع نهايات الاسبوع هتوصل ل 33 درجه مئويه على القاهره الكبرى، خاصه كمان ان احنا ان شاء الله من غدا هنلاحظ وجود نشاط رياح ده هيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره، وهيقلل احساسنا بنسب الرطوبه الموجوده في الجو. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا ليكي. تعالوا دلوقتي نتابع مع بعض درجات الحراره بالتفصيل النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 35، الصغرى 25، اسكندريه 32 24، مطروح 31 24، سيوه 37 23، بورسعيد 33 25، دمياط 32 25، الاسماعيليه 36 24، السويس 35 24، العريش 32 24، طابا 36 27، كاترين 35 19، شرم الشيخ 40 29، الغردقه 40 29، الفيوم 36 24، بني سويف 36 24، المنيا 38 24، اسيوط 39 24، سوهاج 39 25، قنا 41 27، الاقصر 42 28، أسوان 43 29، الوادي الجديد 41 26، شلاتين 39 29، وأخيرا حلايب 35 26. احنا النهارده يمكن قلنا لكم خبر سعيد، ان ان شاء الله خلال الايام اللي جايه هيكون في انخفاض في درجات الحراره، والجو هيكون لطيف ومعتدل، خصوصا كمان الناس اللي عايزه تسافر تقضي يومين اجازه هيكون الجو حلو ان شاء الله. هرجع مره تانية لمصطفى وهدير عشان نكمل معاكم فقره صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دي.